متابعة سيدات والسادة، هذا التقرير من محافظة سوهاج. حفل ختام دوري مراكز الشباب العاشر لمحافظة سوهاج، التفاصيل مع الزميلين محمد السيد ومحمد رفعت. اختتمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج دوري مراكز شباب المحافظة العاشر في احتفالية شهدت المباراة الختامية بين مركزي شباب برديس والصوامعة شرق، وانتهت بفوز مركز شباب برديس بركلات الترجيح والتتويج بكأس البطولة. من أقوى دوريات مراكز شباب بتبقى في سوهاج، جماهير ولعيبة ولعيبة كويسة وحكام و الامور عدت طبيعيه من بدايه دوري مراكز شباب اللي نهايته، والنهارده نحتفل باليوم النهائي، وطبعا في طاقم تحكيم مكون من كابتن محمد رمضان ومساعد اول كابتن عادل السيد حسان، ومساعد ثاني كابتن عبد الرحمن محمود، حكم رابع محمد عزوز، والاربع حكام حكام درجه اولى مصنفين، ولذلك للظهور بالمستوى الفني الرائع اليوم لختام دوري سوهاج. مع حضراتكم علاء الزعيم الحفناوي مسؤول النشاط الرياضي بمركز شباب برديس، والحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، ربنا سبحانه وتعالى وفقنا بعد مجهود كبير ان احنا نوصل للمرحلة بتاعة النهائي في نهائي مراكز شباب في النسخة العاشرة لي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ربنا يوفقنا في النسخة العاشرة، ونكون إن شاء الله بإذن الله في صدارة النسخة العاشرة، وإن شاء الله نكون أفضلها بإذن الله. البطولة شهدت مشاركة 24 فريقا يمثلون مختلف مراكز شباب المحافظة، وجرت المباريات تحت التقييم لاختيار العناصر المتميزة ضمن صفوف المنتخب الوطني. النهاردة طبعا احنا بصدد نهائي دوري مراكز شباب النسخة العاشرة، واللي بيحتضنه النهاردة مركز شباب مدينة سوهاج، احد اهم واكبر المراكز عندنا في محافظة سوهاج. الحمد لله النهاردة طبعا بيعتبر تكليل لنجاح طبعا المنظومة الشبابية بين فريقين مركز شباب الصوامعة شرق ومركز شباب برديس، ممثلين عن ادارة تخميم وادارة البليانة. ان شاء الله نتمنى النهاردة ان يخرج نهائي يليق بمحافظة سوهاج ويليق باسم مديرية الشباب والرياضة ووزارة الشباب والرياضة، واللي بيحتضنه دايما معالي الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، واللي دايما بيحاول ان شاء يعني يكون على اتم استعداد لخدمه الشباب والناحيه الرياضيه والشبابيه داخل محافظه سوهاج، طبعا بقياده السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج. من ملعب مركز شباب مدينه سوهاج بتشهد مديريه الشباب والرياضه بسوهاج النهارده حفل ختام دوري مراكز الشباب لكره القدم النسخه العاشره موسم 23-24. بدأت تصفيات دوري مراكز الشباب على مستوى المحافظة ب 24 فريق، أولها كان في أول يوليو من عام 2023، والنهارده بنشهد حفل الختام الدوري اللي شارك 24 فريق على مستوى المحافظة، مستوى مراكز الشباب محافظة سوهاج بإجمالي 720 لاعب على مستوى الفرق المشاركة، وصل للمربع الذهبي 4 فرق، مركز شباب المحمدة البحرية ومركز شباب مدينة جرجة، والنهارده بنشهد الختام بين مركز شباب برديس مركز البليانة ومركز شباب الصوامع شرق مركز اخميم. يمكن كل سنه معالي وزير الشباب والرياضه بيدينا ميزه جديده على دوري مراكز الشباب، يعني يمكن شهدنا خلال اخر موسمين لدوري مراكز الشباب شركه راعيه دوليه بترعى الفرق على مستوى قاره افريقيا. النسخه العاشره بتشهد حاجه جديده برضه برعايه وزاره الشباب والرياضه، ألا وهي تكوين منتخب لكل محافظة، يمكن دي الحاجة الجديدة في النسخة العاشرة، منتخب بيمثله محافظة سوهاج من الفرق المشاركة ومنها الفرق الصاعدة للنهائي اللي هتشارك في التصفيات النهائية على مستوى القطاعات وعلى مستوى الجمهورية. أنا عايز أقول إن عدد اللاعبين اللي شاركوا في هذه البطولة 720 لاعب، كان بإجمالي 44 لاعب من منطقة سوهاج لكرة القدم اللي شاهدوا البطولة من أول بدايتها حتى النهاردة،
كان 24 مراقب مباراة من العاملين في الشباب والرياضة على مستوى مراكز الإدارية في التصفيات من أول بطولة حتى تاريخه. إن شاء الله النسخة 11 بتشهد العديد من المميزات الخاصة بدوري مراكز الشباب، والنهارده باذن الله نشوف دوري ممتع بين مركز شباب برديس ومركز شباب الصامع شرق. وتاتي بطوله مراكز شباب المحافظه ضمن حزمه الانشطه الشبابيه والرياضيه التي تنظمها مديريه الشباب والرياضه لاكتشاف ودعم الموهوبين وخلق روابط عميقه بين شباب المحافظه. محمد رفعت، طيبه.